يبدو بأن التبعية للخارج في شعبة الحبوب لا تكاد تنتهي، فالارتفاع المستمر في استيراد الكميات من هذه الشعبة يجعلنا نطرح عدة تساؤلات، ولعل أهمها عن الإجراءات التي تقوم بها الجهات الوصية. تفاصيل أكثر عن الموضوع مع إيمان عياش. تعرف الجزائر نقصا فادحا في إنتاج مادة الحبوب، ففي كل مرة تلجأ إلى استيراد هذه الشعبة وبكميات كبيرة لتعويض التراجع الحاد في إيراداتها. فرغم الجهود لتخفيض فاتورة استيراد هذه الشعبة، إلا أن الإحصائيات المقدمة كل نهاية السنة تكشف العكس. في كميات مستوردة أكثر من السنة الماضية، وهذه داخله في استراتيجيه تاع الديوان. هذا نتكلم لك عن القمح الصب والقمح اللين والشعير، لاننا نعمل في وسعنا باش يكون عندنا مخزون استراتيجي كبير، وهذا يضع يساعدنا باش تكون عندنا مارج دو مانوفر، تكون عندنا باش اذا كانت فيه مشاكل ولا تذبذبات في الاسواق هذه تاع العالميه تاع الحبوب، يمكن لنا باش نتخذ قرارات. إمكانيات جد هامة تتوفر عليها الجزائر من شأنها أن تقضي نهائيا من التبعية للخارج في مجال إنتاج الحبوب، فما هي الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الوصية؟ نقوم بتسويق ما يفوق 2 مليون قنطار من البذور، والهدف المسطر هو باش نقتل 3 ملايين، وزدنا على مستوى التعاونيات، زدنا في المحطات، هذه لمعالجة البذور، زدنا على مستوى هذه 3 سنوات 22 محطة جديدة. استهلاك مادة أساسية ضرورية مثل الحبوب يجعل الجزائر في موقف جد صعب، فتعدد إجراءات وزارة الفلاحة وديوان المهني للحبوب لم يسفر بعد بالنتيجة، الأمر الذي سيجعل تحقيق اكتفاء الذات معادلة صعبة المنال. أبدت ثلاثة نائب رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية ييمي أوسبامجو سان بزيارة إلى مجمع بلاط. ييمي كان مرفوقا بوزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أين اطلع بمزرعة بلاط المتواجدة ببوفاريك على مختلف مراحل إنتاج الدجاج الموجه للاستهلاك. هذا وقت ما تقديم عرض مفصل حول مختلف نشاطات مجمع بلاط المتخصص في تربية الدواجن بمختلف أنواعها وتحويل اللحوم البيضاء والحمراء، ليبدي مجمع بلاط في خضم الزيارة استعداده لولوج الأسواق النيجيرية مستقبلاً.